حسين انت خويا تبارك الله عليك وقت تلعب في الشيمينو ظهر تقريبا 99% مشيت ليتوال. ومن بعد شنو اللي صار بعد تبدلت الوجه؟ والله كل شيء بكذبه الحاجه. انا كنت كيف ناسيونال زاد جونيور وكانوا المسؤولين نتاعنا وقت سي تاع شكون المسؤول الكبير غادي كامل بن عمر البي دي جي تاع وقت هو في الجامعه وقت المسؤولين نتاع الشيمينو نتاعنا قرب برشا للتوال مع المسؤولين وكل شيء. وانا روحت من السنغال جيت معناتها الكونتاكت اول تصور بشيمينو واحد شي ليتوال بتبيع بشكون ايه جمعيه كبيره بعد دخل التراجي وكلمني الرئيس الصحيح سي الفيتوري قال لي تختار منا ولا منا. قلت له راه هزوني انا صغير ما عرفش واحد قد ايش عمرك 17 18 عام 90 وقتها 16 وشوي 17 هكاك وقت اللي درب بوليميك كبيره صارت بوليميك اي 6 شهور ومن بعد زدك بعد رجوع لعبنا وقت الماتش الغادي تاع وفوز شكون تعمل له فوز رويسي جاي حكي لنا راهو جاي حكي لنا لهنا اما ما نكملكش راهو كيفاش مشى من التوال يقص هو عندك الجنبيه واحده واحده ليه خاطر نعرف واش يقول نورمال اختا معناتها عيطوا لي الفيدراسيون وسالوني كيفاش قلت لهم شو تختار قلت لهم تراجع. وانا بحكم صغر سني يعني قلت لك لعبت عام تصور انا نلعب العام اللي لعبته في الشيمينو نلعب جونيور وسينيور وكيف نسوي جونيور مع بعض وحتى اقسم بالله ما كلها ديما نقول لك الدنيا زهر الشوفير نتاع الكار قال لي بلي سامح لي لحظه قلت شبي خلي اسمك حسن الجيمس قلت له عيطوا لي قالوا كيب ناسيونال قلت له ما في علم مشيت للكيب ناسيونال في الملكه وقت المراد دخلت قال لي اهلا مارادونا قلت له فهم قال لي عيطوا لي قلت له والله كان الشوفير قرا وقت سيدك هبطوا الليسته في الشروق كانت الكونفوكاسيون كانت الشروق وفي الشوفير الكار يقرا في جريده يقرا في جريده قلت له والله كان ما قريتش هكا خلناش لك الوتيل اول شكون وقت انترنور حسن وقت فتحي سي فتحي الدرخاني وسي محمد القريتي جونيور بس جونيور خلنا اخويا اول نهار اش نلقى اخويا سير في سيرفيس اول مره شفت الجو كان هذيك يا سيدك دخلت هيا لا واحنا صغار فيل كان هذيك شنو احكي لك كنت بني فيل تو نعمل يا سيدك دخلت هيا قلت احسون هيا فرصه عاد نعرق هبطت يا سيدك حطيت لك السردينه على شيك ومع العزه انا نجيب باش ناكل والدنيا دور بيا شنو الحكايه هذه؟ زعما زعما نحكي مع روحي وحدي وحاشم اول مره شنو قلت نظم روحك خذ السلطه وحدي خذ السلطه وحدي انا جيب شنو ناكل سيدك دخلت مشيت تدبيب قلت له عندي دخ مشي حلال اللي طرش قال عندي حسب وقتها في اول ستاج اول نهار حسب اول ستاج سنه ذكريات وبعد تجاوزتك هكا شويه المشكله هذيك انه نقلت من جمعيه جمعيه تجاوزت تصور قعدت ثلاث ايام هما يدزوا فيا ويدخل مشيت البارك نهار الاولاني شوف خالد بن يحيى والجماعه وشكري كنت تشوفهم في تفرج فيهم ما عملت حتى سيونس نوتيرمون مع ليتوال لا ما عملتش قعدت ثلاث ايام في الاوتيل تاج مرحبا وخرجت فهمت كيفاش في الليل ولا في النهار؟ لا ولا في النهار 007 بينك وبينه راهو بينك وبينه عملت ذاك النهار الاولاني دخلت قلت لهم غدو النهار الثاني النهار الثالث الا ما دازوني باش دخلت خويا خايف الحقيقه حشمتك كيف فهمتني دخلت مشيت لهنا على اليمين غير ما نسمي الاسامي اول سيونس قال لي برا مو غادي على جهه اليمين مشيت مو غادي خزر لي قال لي برا مو غادي قلت باش نلعب انا مشى لجهه خالد بن يحيى قال له شنو برا امشي لجهه اخرى رجع على الجهه تاع علي بن ناجي قال له مشي مو غادي قعدهم مسكين يدور في الوسط رجعت علي بن ناجي عطيني ضريبه ما قلتش مش مو غادي فرح بيك بعد ولينا حبايب اي فوزي كيفاش كنت تعمل له تو ولاد حومه ما في الماتش كيفاش يظهر لي ما اثرش عليك فوزي مش تمشي للكلوب زعما فوزي فما منها الحكايه لا فوزي صحيح كنا انا كنت صاحب انا واخوه مختار الرويس مختار المخ مختار كان لاعب كبير فهمني بون احنا كنا قدر كبير ما بين فوزي ولطفي صدقني تسوي لطفي تو نحشموا منه خاطر بقى هو الروبير ولحومتنا الكبير وكل شيء فهمني وكان معنا واحد اخر زاد كورج كبير زاد يبدا في الحومه كل شيء وخالد سعيد خالد سعيد ايه ما في الماتش نوث كنت تعمل له خاطر حكي لنا هو شويه الماتش نضربوا بعد خلوا سار انت مش بالعاني ما عرفت في الحومه نمش ديريكت نعمل تو تشوف في الحومه تو تشوف كذا شنو هي حكايه الكروال تعمل الفوز؟ اوكي كيفاش نعمل له كيف نقول نضرب يقول لي صلي على النبي نزيد خاطر مع بعض كيما ناسيونال اما الحقيقه عائله كبيره كنا معناتها عائله وصدق
صدقني وقت حتى في الكيب ناسيونال جونيور انا حاشم جاي فوزي لك الجوريت نتاع الكيب ناسيونال اللي يعرفهم كما اللي يسلم زوغ المشي قالوا ما عينيكم عليه فهمت كيفاش هذا بالرغم مش يسلم زوغ الحارس مدرب الحراس صديق نسلموا عليه من المرسى وقتها كان حسين زاده كانت عنده